بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا لازلنا مع سلسلة المواضيع المقترحة لاختبارات الفصل الثالث بالنسبة للسنة الثالثة من التعليم المتوسط، ومع هذا الموضوع مباشرة. في تمرينه الأول يقول: لدينا العناصر الكهربائية متمثلة في مصباحين متماثلين L1 و L2، بطارية دلالتها 4.5 فولت وقاطعة وأسلاك توصيل. أرسم دارة كهربائية يتم فيها ربط العناصر المذكورة على التسلسل. إذن رسم خطط الدارة الكهربائية التي طلبت منا. إذن فلدينا مثل ما ذكرنا بطارية دلالتها 4.5، قاطعة أسلاك توصيل، ومصباحين مربوطين مع المولد ومع البطارية على التسلسل، فهذا هو المخطط. يقول: ثم أضف للدارة جهاز لقياس شدة التيار المار في الدارة وجهاز لقياس التوتر بين طرفي المولد. إذن جهاز قياس شدة التيار هو الأمبيرمتر، يربط في أي مكان من الدارة المتسلسلة، يعني لا يهم يكون قبل المصباح الأول، بين المصباحين يعني بعد المصباح L1 وقبل L2، يكون في هذا المكان بجوار المولد، لا يهم، المهم أن يكون على التسلسل مع هذه العناصر. ثم قال: الفولتمتر بين طرفي المولد. إذن الفولتمتر بين طرفي المولد هذا هو موضعه. إذن هذا بالنسبة للمطلب الأول والثاني. أذكر قانون الشدات في هذه الحالة. إذن مثل ما درسنا، قانون الشدات للربط على التسلسل هو ET يساوي E1 يساوي E2 إلى آخره، يعني حسب العناصر الموجودة في السلسلة، بمعنى أن شدة التيار في هذه الحالة ستكون ثابتة هي نفسها في أي نقطة من نقاط الدارة، يعني مهما غيرنا موضع الأمبيرمتر في الدارة فإنه يسجل لنا نفس القيمة. يقول بعد ذلك في مطلبه الرابع 4 ألف: أعد رسم الدارة، ولكن في هذه المرة تربط العناصر على التفرع مع إضافة جهازي القياس السابقين. إذن رسم خطط الدارة على التفرع بالعناصر السابقة. إذن هذا هو مخطط الدارة، يكون المصباحين أو يكون المصباحان مربوطان على التفرع مع البطارية. بعد ما رسمنا يقول: الجهازين السابقين. إذن الأمبيرمتر في هذا المكان AT، يعني هنا في الموضع هذا سيقيس لنا شدة التيار الداخلة أو الكلية التي ستدخل إلى المولد. إذا نقلنا الأمبيرمتر من هذا الموضع إلى هذه الجهة، يعني في هذا الجزء، فإنه يقيس لنا شدة التيار الكلية الخارجة من المولد. الآن الفولتمتر في هذا المكان يقيس لنا التوتر بين طرفي المولد عند غلق القاطعة. أما إذا كانت القاطعة مفتوحة فهو يقيس لنا القوة المحركة للمولد. نضيف الجهاز في مكان آخر، الأمبيرمتر على طرف في الدارة الأولى، يعني بجوار المصباح الأول. هنا سيقيس لنا شدة التيار التي تمر في المصباح الأول فقط. وفي هذا المكان يعني الأمبيرمتر الثاني يقيس لنا شدة التيار التي تمر في المصباح الثاني فقط. ما يقرأه الأمبيرمتر الأول زائد ما يقرأه الأمبيرمتر الثاني هو نفسه القيمة التي يقرأها هذا الجهاز التي رمزنا لها بالرمز AT. إذن يقول: أذكر قانون التوترات في هذه الحالة. إذن قانون التوترات للربط على التفرع هو مثل قانون الشدات في الربط على التسلسل، أي ET يساوي E1 يساوي E2 إلى آخره، بمعنى في الربط على التفرع التوتر بين طرفي المولد هو نفسه التوتر بين طرفي الدارة الأولى، هو نفسه التوتر بين طرفي الدارة الثانية، وهكذا.
لو طلب منا قانون الشدات هنا نقول أن ET الشدة الكلية الداخلة أو الخارجة من المولد تساوي مجموع الشدات الفرعية، يعني ET تساوي E1 زائد E2 زائد E3 إلى آخره. على خلاف التوتر في التسلسل، لو طلب منا في التسلسل ET فإنها تساوي E1 زائد E2 زائد E3 إلى آخره. إذن هذا بالنسبة لما هو وارد في أسئلة هذا التمرين. نمر إلى التمرين الثاني. يقول واحد: أعطي قيمة كل مقاومة باستعمال شفرة الألوان R1 حلقاتها من اليسار إلى اليمين أحمر بنفسجي أسود فضي. إذن فقيمة المقاومة في هذه الحالة الأحمر قيمته 2، البنفسجي قيمته 7، الأسود لا شيء. إذن والفضي هو الشريط الرابع هو دقة القياس التي قيمتها 10%، بمعنى R1 سيتساوي 27 أوم زائد ناقص 10%. المقاومة الثانية يقول شرائطها هي الأزرق، البني، الأخضر، الذهبي. إذن R2 تساوي 6,100,000 أوم أو 61 × 10^5. كيف؟ الأزرق قيمته 6، نبدأ من اليسار إلى اليمين، الأزرق قيمته 6 الشريط الأول، يأتي بعده البني قيمته 1، يأتي الشريط الثالث قيمته 5 يعني 10^5. الذهبي دقة القياس زائد أو ناقص 5%. إذن قلنا R2 تساوي 61 × 10^5 أوم، أو لنقول 6,100 كيلو أوم. 6,100 كيلو أوم. بعد ذلك في المطلب الثاني يقول أعطي الألوان المناسبة، يعني هي العملية العكسية للسؤال الأول، أعطي الألوان المناسبة لكل مقاومة باستعمال شفرة الألوان. إذن لدينا R3 32,000 أوم. إذن هنا نستعمل الألوان أو شفرة الألوان. الشريط الأول ربما الألوان لا تبدو متباينة جدا. الشريط الأول من اليسار إلى اليمين، الشريط الأول يكون برتقالي اللون، الثاني أحمر، الثالث برتقالي. إذن 3 × 2 = 10^3. 2 × 3 برتقالي 3 أحمر 2 ثم هكذا قال لنا، يعني حسب القيمة 32,000. الأول يكون بلون برتقالي، الثاني باللون الأحمر، الثالث 10^3 معناه كذلك برتقالي. الآن المقاومة الرابعة R4 تساوي 630 أوم. المقاومة الثانية الرابعة معذرة 6 شريط أزرق، 3 برتقالي، والثالث رقم 1 يعني يكون بني. يكون بني وليس أسود. إذن نصحح هذا.
إذا كما ذكرنا الشريط الثالث يكون بلون بني، يعني 10 قوة 1، وبالتالي يكون القيمة الإجمالية هي 630 أوم. بعد ذلك المطلب الموالي يقول أكمل الجدول التالي. لدينا المقدار الكهرباء بطبيعة الحال، رمز المقدار، وحدة قياس المقدار، وجهاز قياس المقدار. إذا المقدار الأول شدة التيار الكهربائي، ما هو رمزها؟ إذا رمز شدة التيار الكهربائي هو E. وحدة قياس المقدار هي الأمبير A. جهاز قياس المقدار هو الأمبير متر. المقدار الكهربائي الثاني هو التوتر الكهربائي، رمزه E. ووحدة قياس المقدار هي الفولت، رمزه V. جهاز قياس هذا المقدار هو الفولت متر. الاستطاعة الكهربائية رمزها P. وحدة قياس الاستطاعة هي الوات W. وجهاز قياس هذا المقدار هو الوات متر، وإلا يكون القياس، يعني في غياب هذا الجهاز يكون القياس غير مباشر من خلال قياس شدة التيار بالأمبير متر، وقياس التوتر الكهربائي بالفولت متر، ثم نستخلص أو نستنتج قيمة الاستطاعة بطريقة غير مباشرة. إذن هذا بالنسبة للوضعية أو التمرين الثاني. نمر إلى الوضعية الإدماجية أو التمرين الثالث. يقول لدى أنيس مصباح كهربائي استطاعة تحويله P يساوي 2 واط، ويجتازه تيار كهربائي E يساوي 0.3 أمبير. واحد، أراد أنيس معرفة القوانين الفرعية التي تربط بين P و E و E، يعني بين التوتر وشدة التيار والاستطاعة، حسب المثلث الذي أخذناه في الدرس، فيقول ساعده في ذلك. إذن لدينا هذا هو المثلث الخاص بالعلاقة بين هذه القوانين، كالآتي: P في رأس المثلث، و E و E على الجانبين. بمعنى القانون الأصلي ولا القانون الأساسي هو P يساوي E في E، يعني الاستطاعة تساوي التوتر في شدة التيار. ثم إن طلب منا التوتر، E يساوي P على E، يعني التوتر يساوي الاستطاعة على شدة التيار. إذا طلبت منا شدة التيار E تساوي الاستطاعة على التوتر، E تساوي P على E. 2، احسب قيمة التوتر الكهربائي بين طرفي هذا المصباح. إذا 2، قيمة التوتر بين طرفي المصباح E بتطبيق العلاقة التي ذكرناها، E تساوي P على E من المثلث. نطبق 2 واط على 0.3، يكون الناتج 6.6 فولت، أي بالتقريب 7 فولت، 6.66. بعد ذلك يقول شغل أنيس هذا المصباح لمدة زمنية قدرها T تساوي 30 دقيقة، احسب قيمة الطاقة المستهلكة E بالجول خلال هذه المدة. إذن الطاقة التي استهلكها المصباح خلال 30 دقيقة، P يساوي، لدينا العلاقة E يعني الطاقة المحولة، تساوي استطاعة التحويل في زمن التحويل، E يساوي P في T. التطبيق العددي: E يساوي 2 واط، وهي استطاعة المصباح، مضروبة في 30 دقيقة، ضربناها في 60، حولنا إلى الثانية لأنه يطلب منا المقدار بالجول. إذن 30 في 60 يصبح الزمن بالثانية، مضروبة في 2 واط، نجد الطاقة المحولة E تساوي 3600 جول. 3 في 6 18، في 2 36، ومعنا 0. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.